أعلنت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أمس تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع ضربة إسرائيلية يشتبه في أنها أدت إلى مقتل الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله هاشم صفي الدين. وقال أحد المصادر الأمنية أن الاتصال فقد مع صفي الدين منذ ضربة أمس، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف صفي الدين الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل.